اتأكد انه كل شيء ممكن تعوزوه موجود. باتر خلينا نحكي بصراحة، شو بدك منا حتى عم تخلينا حدك؟ بدي شهادتكم معنا بالمحكمة. أنا ما ببيع دم بنتي لا بمصاري ولا ببيوت متر. لا يا أم ليلى، مش لإلي بينقال هالحكي، أنا اللي مستحيل أقبل. على كل حال هلا ضبط بغراتكم وارتاحوا، وبكره بنحكي على رواق، وإذا عزتوا أي شيء حكوني. تفضلي. يسلم. تصبحوا على خير. وأنت بخير. أم ليلى. نعم. بكره مندس النبط، إذا في شيء مش على ذوقنا بنحمل حالنا ومنفلس. فوت احكي مع بنتي كلمتين حلوين، وفهميها تبعد عن خليل. يلا. أنا يا ابني مش عم بقول ما بدي إياك تساعد ولا زين، ميرسي. أنا خايف عليك تتورط بالمشاكل وارجع أخسرك. أما أنت خسرتيني من أول ما فت على الحبس. لازم نكون حد زين ونساعده. برافو عليك رامي، هيك بدي اياك، اوعى تكون جبان مثل بس كنت بعمرك. يلا لازم نفتح المحل. رح انزل استلم المفاتيح من جريس. خليك انا بنزل. انا بظبطك. هالركضه مش ببلاش. مفتاح المحل. ايه ترك لكم يا. ميرسي. مش نازل اليوم على المحل؟ بلا بس مش هلا، بعد شوي. طيب لكن يلا بنترك. قصدي انه كرمال تساعدينا. باي. ان شاء الله ما اكون عطلتك عن شيء كنت عم تعمله. لا بالعكس، بتشرف بحيالله وقت. بتصدق لي يومين ما ظهرت من البيت؟ بهالايام يلي بدق باب الثاني والله هي نعمه. 100%. اسعد، قد ايه صار لك مجوز؟ انا بعد كم يوم بطبق 7 سنين. ان شاء الله العمر كله بالفرح. شكرا. عندك ولاد؟ لا الله، بعد ما طعمنا. يا بعدك شاب، هلا بيجوا بيسرعوك. هلا هن خليهم يجوا يعملوا اللي بدهم اياه. ان شاء الله. أنا كنت حابب أحكي معك بالشغل شوي. شفت تصاميمك وبصراحة كثير حبيتهم. حابب إنه نتعاون أنا وياك. ميرسي، بس كيف معقول نتعاون؟ أكيد أنا مهندس معماري بالأساس مثل ما بتعرف، بس عندي كثير بروجيات بدي حدا يساعدني فيهم ويساعدني بالتصاميم ويكون قوي فيهم. بذات الوقت عم بوسع مكتبي وفي مناقصة كثير كبيرة جاية ولازم يكون في حدا حدي. ميرسي كثير على ثقتك فيي، بس سؤال، إنه هي وظيفة ثابتة مع معاش ثابت؟ أكيد. ان شاء الله مع الوقت بيكتر الشغل وبيزيد الراتب. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ان شاء الله اكون قد حسن ظنك. انا ما عندي شك، واكيد رح اكون مبسوط ومرتاح. خلي حدا يجي يعمل لي قهوة. أنا بعمل لك قهوة، بركي بتروق منحكي كلمتين.
وليد أنا قاعدة على نار، بدي أعرف شو أخذت قرار. طلبي زين خليجي لهون ومنحكي نحن ثلاثة، وساعتها بخبرك شو قرار. بدك تجيب زين لهون؟ عادي، هو صاحب العلاقة، لازم نتفاهم أنا وياه ونلاقي حل. طيب وليد خلينا نحكي شوي نتفاهم. طلبي وما تناقشيني. مرحبا زين، كيفك؟ كيف بدي يكون يعني وأنا خايف عليكي وعلى أهلها؟ وما بدي أتصرف شي مع وليد وأندم عليه. وليد بدو إياك تجي لهون لعنا على البيت لحتى تتفاهم وتحكوا على رواق. جاي. شو بدك منه؟